إذن مشاهدينا الكرام، نقل الشابة المقعدة رضي الله عنها، قال لهم كتعرفيش، وليت حرقات بواحد الطريقه بشعه باحدى الحمامات بمنطقه سباته. والقصه ديالها صراحه جد مؤلمه، ان هذه البنت من ذوي الاحتياجات الخاصه مشات مسكينه باش تعوم، شدات هذيك السيره دخلتها البيت سخون وحطاتها ونساتها، وبقى الماء طايب كيدوز من الروبيني، والمراه مسكينه ما قادش تنوض حتى تحرقات نص ساعه، والماء طايب كيدوز عليها، رجليها كلهم مسكينه تسلقوا ليها وكلهم تحرقوا. انا مسكينه باش تنوض بقات كتغوت نص ساعه في الحمام، حتى شي واحد ما تصنت لها نص ساعه، والماء طايب كيدوز لي على رجليها، وناسينها تما كاينه تتصابت بحروق من الدرجه الثالثه. هي الان راه في المستشفى ديال بن سيك، الحمد لله ان المستشفى تكلفات بالعلاج ديالها، وحنا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يشافي هذه البنت هذه اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه. ولي المغاربه كلهم تعاطفوا مع القصه ديالها. كيدايره حبيبتي؟ لاباس عليك؟ بخير؟ الله يبارك فيك حبيبتي، الله يطول لي في عمرك، الله يبارك فيك. اذا شكرا، شكرا لاداره المستشفى، شكرا لكل من ساهم من المواطنين من قريب او من بعيد على انهم يساعدوا هذه السيده انها تجي تعالج. يعني بعد النداء اللي درناه لها على قناه الشعب شوف تي في كان واحد التفاعل، وقدروا انهم يجيبوها للمستشفى من اجل العلاج. كيفاش نساتها ادم؟ باش نشرح لك، البنت مشات تعوم معايا مسكينه كدير الكروسه، شدات الكسله دخلتها السخون السخون نساتها، وطالقه الروبيني ديال الماء طايب، والروبيني الماء دايز، الماء دايز طايب، وهي مسكينه نص ساعه وهي تتغوت وكتحرق من رجليها، وحتى شي واحد ما سمعها. صافي مسكينه حتى تملخات، كلها تملخات مسكينه، حروق من الدرجه الثالثه. صغيره صغيره هي اللي جابوها دابا، الحمد لله راه كت وشوفي دابا الحمر مسكينه نص ساعه قال لك كتغوت السخون، حتى شي واحد ما سمع لها. ولا اله الا الله، ما مسكينه ما تقدر لا تحرك لا والو، ما تمشيش. دابا انا ولي تاع الولايه، ودابا قالوا لي غتخرجيهم باش الاكسجين اللي غنجيبو، وجابوني حتى العيد ما غنجيب. كيفاش قالوا؟ كيفاش الاكسجين؟ انا نسالي عليك. الله يسهل عليك. كوني هانيه، شنو عندها مسكينه؟ مسكينه جنى هنايا عرفتي قاعده. ايوا ولكن ضروري خصكم تخرجوها. قالك تخرجيها وتخرجيها خصها اكسجين، خصها السيروم. لا ولكن زعما كاينه حتى لين، هي ضروري خصها تبقى عايشه بالاكسجين والسيروم. قالك غير تولي شويه. قالك غنعطيك عاوتاني دواء اخر، ولكن غنخرجوها. ما عندنا لا اكسجين. شكرا. كيف ما قلنا للمواطنين المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا امين يا ربي، واهمال بطبيعه الحال. حنا اليوم ان شاء الله عندنا واحد الموعد مع صاحب الحمام باش غادي يعاود لينا شنو وقع، لان توا بطبيعه الحال عنده حق الرد.